وخمسة ستة متواصلين معكم حتى نص النهار. سعيدة جدا باستقبالها ميسم الجدي أخصائية في العلاج الطبيعي. أهلا وسهلا يا ميسم. عسيمة نورهان وعشك على استضافة مرة أخرى ومولدك مبروك وإن شاء الله كل عام وإحنا حين بخير. من المواضيع اللي حبينا نحكي عليهم اليوم كيفاش يأثر استهلاك السكر على صحة العضلات متاعنا والمفاصل، باش تكون البداية كيف ناكلوا ماكلة غنية بالسكر، شنو اللي يصير لبدنا؟ اليوم نحتفلوا بالمولد النبوي ومن العادات التوانسة نعملوا العصيدة اللي فيها برشا سكر. هذه دجا حاجة ماهيش محصورة على المولد بركة، لكن من العادات التونسي استهلاك كميات كبيرة من السكر في الأعياد والمناسبات، حتى في سير الأيام تورا حتى كل عشوية لازم كل حاجة الحلوة وكل القهوة بالمليانة بالسكر وذوك الكل. دونك كما قلت انت من المهم زاد ان نعرفوا اللي بدانا كيفاش يتعامل مع السكر هذا اللي احنا ندخلوا فيه للبدن اللي هو، ونشوفوا زاد كيفاش تتفاعل سبيسيالمون العضلات والمفاصل مع السكر هذا. كيف ناكلوا ماكله فيها برشا سكر، السكر في الدم يطلع بسرعه كبيره والزياده هذه تخلي البدن يفرز الانسولين، ومع الوقت الانسولين الزايد ينجم يسبب التهابات، خاطر معاهم يفرز البدن مواد اسمها السيتوكين اللي تنجم تعمل التهابات في المفاصل والعضلات. دونك هو كيما السيركل فيسيو، سكر يزيد في الدم تطلع الانسولين، الانسولين كي تطلع راهوش يزيدوا السيتوكين اللي هما حاجات برو انفلاماتوار يمشيو طول المفاصل يسببوا التهابات، حتى تكون بلاصه هكا سوسيبتيبل شويه راهي باش تديكلونشي طول. الالتهابات هذه في المفاصل وفي العضلات راح تنجم تكون معناتها حاجة في البداية، كما تنجم تكون حاجات كرونيك، حاجات معناتها المرض ديجا موجود، مي كل ما احنا نسيكسبوز أكثر للسكر كل ما يصير ديكلونشمون تاع الانفلاماسيون. واضح. الأمراض المرتبطة بالمفاصل وبالعضلات اللي يتأثروا بالسكر، عندنا برشا أمراض هي تتأثر بارتفاع معدل السكر في الدم، منهم الاختخوص أو الخشونة في المفاصل، اللي هي السكر يزيد في تفاقم الأعراض واللي هي حاجة موجودة برشا. عندنا زادة التهابات الأوتار اللي هي ولا ليتوندينوباتي، اللي هي السكر يزيد في الانفلاماسيون تاع العلب، كسوا في كتف في ركبة في بسان في أي بلاصة فيها أوتار راهو ديجا السكر يزيد. عندنا زادة مرض يتسمى الألم العضلي الليفي، وإلا أكثر بالفرنسي معروف نتصور اسمه الفيبروميالجي، اللي هو كيف يرتفع برشا معدل السكر في الدم يزيد في حساسية الألم. دونك العبد العادي يحس يمكن 2 sur 10 3 sur 10 اما بالنسبه للعبد عنده فيبروميالجي واكسبوزي للسكر راهو طول باش تطلع 8 sur 10 و 9 sur 10 ب كيف نواصلوا على مدى طويل في الاكسبوزيسيون للسكر سورتو بكميات مرتفعه، معناتها باش تقعد ديما تصير لي بيك نتاع الانسولين، راهو باش يساهم في انه نهلكوا المفاصل والعضلات. واضح. قد يساهم ايضا في حاجات اخرى كمرض السكر اللي سبق وقالتنا دكتورة التغذيه. دونك كيفاش نقلل من تاثير السكر على صحتنا في المناسبات وحتى في كل يوم؟ انا كما قلت هو ديما نحطوا في بالنا اللي كان عندنا بعض المشاكل الصحيه اللي حكينا عليهم ديجا واللي هما كما قلنا موجودين برشا، اللي تقليل السكر راهو حاجه في صالحنا. دونك نحاولوا ناكلوا بطريقه كونسيونت، نعرف روحي صحيح باش جيت مناسبه باش جيت بالبيز، اما ديما في البرومي بلان في بالي حط اللي راهو باش نعمل حاجه ماشي بسين في باركور العلاج نتاعي ما راهي باش تضرني اكثر. كيما زيد نجمو نعملوا حاجات بسيطه واللي ديما هي سي دي ميزور دو سونتي جينيرال نحكيوا عليها ديما، اللي هي باش نطيحوا معادلات السكر، اللي هي المشي على الاقل 30 دقيقه. نجم اليوم اون بروفيت كيما ديمانش بعد العصيده نمشي نعمل شويه مارش ان شاء الله، ونجمو نشربو بلوتو لازمنا نشربو كميات كبيره من الماء باش نعاونو زادا اللي السكر باش يطيح في الدم، وزادا نحاولو نصلحو في الفطور وفي العشاء بماكله صحيه متوازنه باش كالديكالاج اللي صاير مع العصيده نجمو نوقفوه. مع هذا الكل نتنجم راهو الوجيعه ولا الانفلاماسيون ال سو ديكلونش والا ديجا تحسو كل واحد بس ما يتحرك يحس روحو ثقل، يحس وجيعه في المفاصل، يحس وجيعه في لي موسكل، راهو هذا كل عادي انه يصير خاطر هذه سي اون اليمونتاسيون برو انفلاماتوار. إذا كان واصلت في الأيام الجاية نجمو نستشيروا أخصائي
علاج طبيعي يعاوننا باش نحلوهم المشاكل هذه. واضح، شكرا لك ميسم. اذا كان عندك اضافه تفضل، وانا نخلي لك كلمه الختام. عايشك ديما الاضافه اللي احنا نستحفظوا على بدناتنا وناكلوا بطريقه كونسيونت ونعملوا اكتيفيتي فيزيك، على خاطر الحل لتقريب جميع معطى الاغلب الامراض اللي هو ماكله منتظمه وحركه. واضح، شكرا ليك. هذا كيفاش يأثر استهلاك السكر على صحة العضلات والمفاصل نتاعنا. يفتتوا حاجة يجم يرجع لباج غاديو كابافيم وعلى يوتيوب اللي فاتتوا حاجة كيف كيف. دونك هذا قدمته لكم ميسم قدي أخصائية في العلاج الطبيعي. شوية آخر نحكي مع كوتش سارة لجنة في تغيير الطقس كيفاش يأثر على مزاجنا وعلى نفسيتنا.